معركة التابر، والمعركة لساتها مستمرة. المعركة لسه مستمرة حتى الآن؟ حتى لا اشرحي لي. نحن الأكراد معروفين بمقاومتنا وراسنا اليابسين. راسكم اليابسة ايه؟ ومقاومتكم ايه، والإرادة طبعا. والإرادة انت عارفة كده ايه؟ وانا شفت كده وانا شفت ده. طيب قولي لي، انت بتقولي المعركة لسه قائمة ليه؟ ليه؟ انه المعركة لسه قائمة حتى يكون في واحد موجود. المعركة لسه في قائمة. لو المعركة فيها واحد بس، لو في واحد داعشي بس، يبقى المعركة قائمة. اسمك ايه؟ اسمي افرين شعبرش. افرين؟ ايه. افرين بتقول كلام في تقديري سياسيين كبار مش عارفين، بتقول كلام عسكريين كبار مش واخدين بالهم منه. افرين بتقول كلام خطير جدا، انه لو في داعشي واحد المعركة مستمرة. ده كلام مهم جدا. خليني اسال، اسمك ايه؟ اسمي شعبرش عقيد. اوكي، انت شاركتي في الحرب على داعش؟ نعم. احكي لي. يعني شاركنا بالحرب، كنا سلاح ثقيل. سلاح ثقيل؟ ايه. اللي هو عبارة عن ايه؟ يعني سلاح ثقيل. يعني ده سلاح ايه؟ خفيف؟ لا، هاي خفيف تبع الحركة لي، بس هاي دائما يكون معانا. يعني ده سلاح خفيف؟ ايه. انت كنت معاكي سلاح ثقيل. ايه. عبارة عن ايه؟ دوشكا، هاوان، فوزيا، كل شيء. يعني هدول ايه، يعني هدول الأسلحة الثقيلة كنا ما يعني عليها شغالة فيها. ايه. حاربتوا ازاي بقى؟ قولي لي، الداعش عملوا ايه الاول وانتوا عملتوا ايه؟ ايه والله ما بفهم عليك. مش فاهم عليا؟ مش فاهم عليا؟ ايه. يعني شو فعل؟ اشرحي لها. إيه؟ انا بقولها داعش عملوا ايه؟ داعش شكر بوشتا يعني. وايه هي عملت ايه؟ داعش كل شيء وسخ بهالدنيا يعملوه داعش. نهب البيوت، دمار، وكان يبيع النسوان مشان بس الفلوس، وكان يزوجهم يحط ايدهم عليهم يقول الله اكبر انت زي يعني انت زي مرتي. يعني بيخش اي بيت اي واحده يحط ايده عليها يقول الله اكبر صارت زوجته. ايه. او صارت حلال. ايه. ايه. ده حصل شفتوه؟ نعم. نحن كنا ضد هالشيء. كنا ضد هالشيء. ما تقبلوا هالشيء. لا، نحن ما نقبل هالشيء على النساء. يعني داعش يعني بفكرهم انه هن يعني يقادرين على النساء، بس هن غلط. لا، ما يقدروا على النساء. نحن كنساء كرديات، في عربيات، في كل القوميات معانا، يعني ما يقبلوا هالشيء. مشان هالشيء دافعون عن المرأة خاصة.